ليلة عرسك في رد بالك مع صديقنا سيف عمران بيستروف. رد بالك ليلة عرسك رد بالك رد بالك تجيب فنان عنده برشا عرابل. للليري يما للليري يا للليري يما للليري يا ماشي ليش بتاع الكريتة والفرح واتانا ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما فرحانين صباح الخير. رد بالك تجيب فنان عتبة او لقيت طبطبة ولو ما انتش بعيد رد بالك تجيب فنان اغنياته طويل الليل وسماء ونجومه قمره قمره سهره وانت وانا رجعونا عنيك لايام اللي راحوا علموا ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعنى يا معلم. نقدم لك بنتي. اسمها ايه؟ احنا دار فاكر سميناها لسه. لسه فاكر قلبي بيدي لك امان. رد بالك تجيب فنان مدبر. كيف قدرت تقسي علي وتقوليلي ما عاد في اخر كلمه بقلك ايش وبيشبهك تشري. شوفي يا حبيبي مش كاينه فيها شويه نكد لغايه هذا انا مودي شوي داون مشان اللي صاير بلبنان عبالك بالانفجار. إيه انا شتعمل لك معلم سنتينا شويه هكا اسمعني انسى الانفجار انسى الانفجار سوري شباب سوري ونطوي الصفحه. اوكي بدك نطوي صفحه اي اوكي عندك اوكي يلا نطوي صفحه شباب يلا صفحه وطويتها من عمري ورميتها عم غني حبيبي عم غني وهذا عم عرسي انا ركز معي اسمعني انت من لبنان ولا ايه انا من بعلبك من لبنان عطشان تحب تشرب انا من بعلبك شباب مشرفين لبناني ولا ايه انا لبناني ايه ما عندكم دبكه ولا ايه دبكه بدك دبكه دب. اوكي يلا شباب دبكه يلا دبكه الطيور. رد بالك تجيب فنان تركي. سنين كدر قمت مكرم سنين كدر طلعت ترن سنين كضايع سنين كضايع. اكسكيوز مي كان اي تيك ا بيكتشر وذ يو. ايه طبعا حبيبي فيك تاخذ صوره. بتحكي بالعربي؟ رد بالك تجيب صحة. Alors, on va faire un simple tour de magie avec madame. Comment tu t'appelles? Madame Monet. تفضل بحذايا مدام موني. Donc, il تشوف هذا le cap تاعي. Il n'y a rien dedans. Un simple cap. Voilà. Empty. Il n'y a rien. Tu vois? Donc, madame Monet. Hola! Voilà! Merci beaucoup. Merci. Ma trache, monsieur, t'inquiète pas. Au barque, j'arrive tout de suite. Alors. 1, 2, 3, sim, salabim! Mais où est le numéro? Mon ami! لحظة برك مسيو يا ربي حني يا ربي حني يا رجع يا رحم ولديك هاي وي رد بالك تجيب شعر. شكرا شكرا يوم الوطية واديني يا بيبي جيت بيتكو وبالعربية وجبت لك يا ست مهرك عشان ما تشمتيش فيا وجبت الفيلا امه بسين وتخت عليه مخدتين واحدة ليكي وواحدة ليا وحطيت في دولابك هدية عشان ما تشمتيش فيا. شكرا شكرا دي الوطية بالنسبة لك
وليا، أما بالنسبة لأهلك فليا وصية، سيبقى حسابي الجاري يعاديكم يقاضيكم، أتجمعنا يد المأزون ويفرقنا كلام أمك؟ يا عروسة أتجمعنا يد المأزون ويفرقنا كلام أمك؟ أنت طالق يا روح أمك. شكرا شكرا. رد بالك تجيب فنان مازال يلوج في فرصته. اسمي محمد اسكندر من تونس، عمري 19 سنة. صحيح العديد من الأصدقاء ومن العائلة يقولوا لي أنا يعني زي ما بنقولوا بالتونسي يعني جنبة، يعني نظر أكبر من عمري شوي. أنا جيت الليلة وإن شاء الله باش نكون أنا ذا فويس. كبرت في عائلة فنية، الوالد كان عازف بفرقة الإذاعة والتلفزة، الوالدة كانت مطربة، يعني منذ صغر نلقى روحي في جو متاع فن ومتاع موسيقى ومتاع عزف. كبرت نسمع فيهم كلثوم، عبد الوهاب، نجاة الصغيرة، نوال، يعني كل المطربين. كنت واحد من تلاميذ الفنان الكبير زياد غرسة، ويعني المرحوم هادي جويني كان صديق الوالد وديما يجي. منذ صغر يعني منذ صغر نحس في روحي فنان، حتى على سبيل الدعابة يعني البيبيات كي تولدوا أول كلمة يقولها ماما ولا بابا، يعني أنا أول حاجة كنت لفظتها هي موال. يعني شنو حوالك؟ صح لبيس؟ كأم بنت أكيد لبسك عبالي. بقالي ليالي بنادي حبيبي ما جالي لا ريح. رد بالك تجيب رابر. زيت الزينة زيت وزير تجينا دخل عسالي تعشق دخل وكما أخوه صغير دخل تعشق عن الربوم بعض. تحب عتي والسالي لحظة نيجي تستنى قبلوا في خدمة الليلة عرس يحب يتهنى بحت لثك باش وعجل المرت ولي تلحنى جيب زيد غرسة غنى لليلي يمنى مرتو هبت التصويرة خذ بيدي إلى الجنة مسكين في بالو تنى وهو عايمشي حنى أمو واللي تخب بنا كانت ريكش جيتها كنا كانت رايدة جيتها كنا كانت شيخة جيتها كنا كعب ردة يوم محنى كعب ردة يوم محنى كعب ردة يوم محنى كعب ردة يوم محنى كعب الديوم محنة. رد بالك.